وأهلا بحضراتكم في المواجهة. احنا النهاردة موجودين في هذه المواجهة للنقاش حول أهم القضايا اللي بتواجه منطقتنا العربية. الحقيقة المنطقة العربية ودور المنطقة العربية فيها عدد من الأحداث والأزمات موجودة في مجموعة من الدول، مهم ان احنا نتكلم عنها ونتكلم عنها في ضوء الرؤية المصرية والثوابت المصرية المتمسكة دوما بإرادة الشعوب، والمتمسكة أيضا بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية وتماسك مؤسساتها، وبضرورة كمان أنه يكون هناك دايما لجوء للحلول السياسية في هذه الدول. هنتكلم عن زي ما قلت لكم الدور الموجودة في المنطقة واللي لديها الآن حالة من عدم الاستقرار أو لديها أزمات، وهنتكلم عن كيفية حل هذه الأزمات. هنتكلم بالتأكيد عن ليبيا، عن السودان، عن اليمن، عن سوريا، عن الدور التركي والقطري المشبوه في هذه الدول وفي المنطقة العربية. احنا موجودين في ضيافة وزير خارجية مصر الأسبق السفير محمد العرابي، طبعا عضو أيضا لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، ناخد منه رؤية تحليلية، هو شايف ازاي الوضع في المنطقة وشايف الحلول المطروحة في كل دولة من هذه الدول. اسمحوا لي ان انا ارحب بيه واشكره على استضافتنا النهاردة. اهلا بك سيادة الوزير. اهلا بيكي، ويعني سعيد ان اكون مع حضرتك. شكرا لحضرتك، الشرف لينا. وخلينا فعلا يعني واحنا موجودين مع وزير خارجية مصر الأسبق، بالتأكيد مهم ان احنا نعرف رؤيتك ايه للأزمات اللي بتمر بيها المنطقة العربية بشكل عام، وخلينا ناخدهم فعلا دولة دولة. لو بدأنا مثلا بما يحدث الآن في ليبيا، شايف ازاي الوضع دلوقتي؟ وصل لغاية فين لليبيا في ليبيا سيادة الوزير؟ يعني هو طبعا من حضرتك المقدمة اللي حضرتك قلتيها، فعلا العالم العربي بيمر فترة يعني لم يشهدها من قبل. ولكن قبل ما نتطرق الى المشاكل بعينها زي ليبيا او غيرها، اعتقد ان في حاله عامه جديده طرقت على العالم العربي من المهم ان احنا نشرحها بسرعه جدا، لان هي حوالي 20 يعني مستجد جديد على الاوضاع الاستراتيجيه في المنطقه العربيه. وطبعا مش لو استفدنا فيهم ال20 هناخد وقت طويل، ولكن على الاقل من احد الملامح الرئيسيه الان في المنطقه هي فكره الشهيه المتزايده للقوى الاقليميه اللي حوالينا في الانغماس في الاوضاع داخل المنطقه عندنا. يعني عليك هتلاحظي ان تركيا، ايران، اسرائيل، احيانا اثيوبيا، دي من الدول الجوار، ولكن اصبح لها دور وشهيه متزايده للانغماس في محاوله الدخول في المنطقه باساليب مختلفه، سواء كانت اساليب ناعمه او اساليب خشنه. في نفس الوقت في تغير في الاوضاع الاستراتيجيه، بمعنى التحالفات الاستراتيجيه الموجوده في المنطقه اصبحت جديده عليها. وده بيختلف حتى عن التحالفات التكتيكيه اللي على الارض، يعني ممكن يكون في تحالف استراتيجي روسيا تركيا ايران بالنسبه للتعامل مع سوريا، ولكن على الارض هتلاقي في تحالفات اخرى مختلفه تماما عن هذا التحالف الاستراتيجي. ايضا هناك بعض الدول العربيه اللي هي كانت نطلق عليها دول ناعمه اصبحت الان دول لها قوات عسكريه بتعمل خارج حدودها بنشاط وبكثافه في عده اماكن، ودي برضو ظاهره جديده طرقت على المنطقه العربيه. فانا يعني مش عايز اخوض في المظاهر التي طرقت علينا واصبحت عقدت الموقف اكثر منها انها ساهمت في حل كثير من القضايا، ولكن مؤكد ان ليبيا هي حاله تنطبق عليها ما ذكرته من الأوضاع الجديدة اللي طرأت علينا، يعني بمعنى أنه شهية الدول الإقليمية للتدخل في المنطقة أصبحت واضحة جدا هناك نتيجة أنه في تواجد تركي وتدخل تركي واضح للمعالم، مش حتى يعني كان قبل كده كان تحت الستار أو مساعدات عسكرية أو بعض الخبراء وهكذا، ولكن الآن أصبحت مقاتلين، أسلحة، دعم لوجستي ايضا عسكري، وبالتالي اصبح في تدخل كبير في الدوله الليبيه اللي هي هشه اساسا. طيب شايف ازاي الجهود المصريه المتواصله لحل الازمه الليبيه سيادة سفير، واهم الثوابت الموجوده لدى مصر في التعامل في هذه الازمه؟ مصر طبعا بتعمل على كذا محور الحقيقه، وهي محاور هامه. في محور دول الجوار ليبيا، وده موضوع مهم جدا
يعني تونس والجزائر ومصر بيقوموا او لهم يعني فورم معين بيشتغلوا تحت في هذا الاطار وبيحطوا ثوابت للموقف الدول الجوار، لان ده مهم، لان ليبيا يعني بتشكل قضيه امن قومي بالنسبه لكل الدول ديت، وطبعا مصر على وجه الخصوص. اؤكد لحضرتك ان في جماعات ارهابيه، في اخوان مسلمين متربصين بالموقف في ليبيا، في داعش، في ميليشيات، وفي داعش طبعا، وفي التدفق اللي تركيا بتحميه القادم من بلاد الشام، وفي اسلحه وفي تمويل، وفي اسلحه طبعا، واخرها سفينه امازون يعني بالظبط. وغير حضرتك كده انه داعش نفسها والقاعده عندها احساس بانه استقرار ليبيا ده هيكون يعني بمثابه سد منيع يمنعهم من الدخول في افريقيا، لان هو الحرب اللي موجوده في مالي حاليا واللي بيحصل احيانا في تشاد دي كلها جماعات قادمه عن طريق ليبيا، وبالتالي فكره الاستقرار في ليبيا دي هتكون فعلا يعني احد العوامل يعني التي تمنع قوى الارهاب من التمدد في افريقيا، لان هو ده الهدف القادم لموجه الارهاب الجديده القادمه، ان هي تتواجد في حزام منطقه الساحل والصحراء، وعندهم طبعا الصومال فيها مجموعات الشباب وبوكو حرام في نيجيريا، وبالتالي هيكون هذا الحزام هو اكبر مهدد لدول شمال افريقيا في موجه ارهاب قادمه هتكون اكثر شراسه واكثر قوه. طب طبيعه الدور القطري في ليبيا ايه؟ وكيف يعني كيف افشلت مصر خطط ومؤامرات قطر من اجل تحويل ليبيا لساحه تجمع كل الارهابيين؟ هو حضرتك هتلاحظي ان قطر عمدت الى يعني تكتيك معين في الفتره الاخيره، وهي دفع تركيا للامام وهي بقت في الخلف. يعني تركيا هي اصبحت راس الحربه زي ما بنقول، وقطر هي للخلف. قطر بتحاول انها تجمل من صورتها في المرحله الحاليه. امير قطر بيحاول دلوقتي ان هو يجمل صوره قطر ويبعدها تماما عن فكره ان هي يعني دوله داعمه للارهاب، وبالتالي بيدفع بتركيا في انها تقوم هي يعني بالالعاب اللي هي يعني ما يطلق عليها الالعاب القذره يعني بالنيابه عنها. وتركيا طبعا من سعيده بهذا الدور، لان هو تركيا بس ده وجهه، لكن الحقيقه انه الاثنين ليهم دور مشبوه في ليبيا. ايه الدور اللي بتقوم بيه قطر في ليبيا؟ لا، قطر يا حضرتك دوله داعمه بالاوضاع بالمال وبالايواء احيانا لجماعات على اراضيها، وزي ما قلت حضرتك هي يعني بتضع تركيا الان كراس حربه تنفذ كل مآربها واهدافها. قطر لازالت بترى انه في مشاريع يجب انها تنفذ وتطبق في المنطقه العربيه، المشاريع اللي كانت من قبل 25 يناير انها اعطاء دور اكبر للاخوان المسلمين في حكم المنطقه، وبالتالي هو ده الهدف الاساسي لها، وتستعمل كل الوسائل سواء كانت ماديه او سياسيه او لوجستيه لدعم هذه الجماعات ودفعها للسيطره على الاوضاع هناك. وطبعا مؤكد ان تركيا وقطر عندما ينظروا الى ليبيا بينظروا اليها انها دوله جوار لمصر، وبالتالي لا باس في مخيلتهم انه يكون في قدر من يعني الازعاج، يعني جزء من اهداف تدخلهم هو ايضا ازعاج مصر. ازعاج مصر طبعا، ده مؤكد هذا الامر، ان هم طبعا هزموا هزيمه كبيره جدا في مصر، وبالتالي عليهم ان هم يشكلوا قدر من الازعاج سواء كان عن طريق ليبيا عن طريق البحر الابيض المتوسط والمبارزات التركيه اللي بتقوم بيها حاليا الان في الاستفزاز في بالنسبه للسواحل مع قبرص وخلافه. وبالتالي للاسف مصر يعني محاطه دائما بقدر كبير جدا من التآمر وقدر كبير جدا من الازعاج في الفتره الحاليه. ولكن ازاي مصر افشلت يعني هذه الخطط او حجمت هذه الخطط القطريه من اجل زي ما قلنا تحويل ليبيا لساحه تجمع الارهابيين؟ مصر واعيه تماما للتركيبه في ليبيا، واعيه تماما لكيفيه التعامل، واعيه ايضا للقوى الموجوده والمتربصه اللي هي تقدر ان هي في يوم من الايام ان هي تنقض على الاوضاع في ليبيا وتحولها الى بؤره اخوانيه هتكون مصدر ازعاج فعلا لمصر.
طيب بمناسبة قطر، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي سيادة الوزير كان أعلن أنه تم العثور على أسلحة قطرية بحوزة الإرهابيين، تفسيرك إيه لده؟ مش عايزين ننسى دور اللي قامت به قطر من أيام حتى وجود القذافي في الحكم، يعني في الأيام الأخيرة كانت قطر لها توغل شديد جدا جدا في الدولة الليبية، وهي دائما مستمرة في هذا يعني الفكر التدميري للدول العربية. فبالتالي بيكون ليها هذا الدور التدخلي في ليبيا، لكن وصول الأسلحة دي لأيدي الإرهابيين، الأسلحة القطرية، حصل إزاي؟ وصلت إليهم إزاي؟ ما دي حضرتك برضو احنا نلقي باللوم على الفكر الغربي في التعامل مع ليبيا في الفترة الأخيرة. يعني كنت حضرتك هتلاقي في حرص شديد جدا على مراقبة ما يخرج من ليبيا، المراكب اللي خارجة من ليبيا عشان موضوع الهجرة، وفي نفس الوقت كان في تغافل وغض النظر او البصر عن ما ياتي الى ليبيا. فليبيا كانت الفتره الماضيه مجال مفتوح لسفن، طبعا الكوريدور الموجود من سوريا والعراق الى تركيا ده معروف ومعترف به والعالم كله عارفه، وفي نفس الوقت بعد كده المراكب التركية أو السفن التركية بتاخد هؤلاء الإرهابيين وبيروحوا بيهم إلى ليبيا وغيرها من المناطق بعد كده. ف للأسف الغرب يعني عارف حضرتك إيه تغاضى عن فكرة تغذية الإرهاب في المنطقة بهذا الشكل، وكان كل همه فكرة إن احنا إزاي نقف أمام الهجرة، ما يطلق عليه الهجرة غير الشرعية، اللي هي أنا في رأيي إن هي لم تكن تهديد كبير للأمن الأوروبي على الإطلاق. كانت جت يعني هي كانت كده يعني فورة حصلت من مجموعة من النازحين، صحيح فعلا عدد كبير، ألمانيا فيها 1,000,000 تقريبا، ولكن الآن الموضوع مش موجود، الموضوع انتهى تقريبا، وبالتالي الغرب تغافل تماما عن حتى العملية اللي هي معروفة باسم صوفيا، هي كانت كل هدفها مراقبة السفن الخارجة من ليبيا، ولم يضع أي أحد تصور ان هو يجب ان يراقب ايضا ما يدخل الى ليبيا من سفن معمله بالافراد وبالمعدات وبالمال وخلافه. امتى ممكن نبدا نتكلم عن اعاده اعمار ليبيا سيادة السفير، ومصر دورها ممكن يكون ايه في ده؟ لا طبعا يعني مصر هيكون دورها اساسي ومهم، لكن امتى ده لا انا يعني مش متفائل بان احنا عندنا وقت تاريخ قريب ممكن ان احنا نحدده. مش تاريخ بس يعني متى، بمعنى لما نوصل لاي مرحله، لما ايه يحصل ممكن نتكلم. يعني حضرتك للاسف يعني في تغذيه مستمره للارهاب وللجيوب الارهابيه اللي موجوده في ليبيا. عندما تستطيعي ان انت تجففي هذه الجيوب نستطيع انه فعلا نتحدث عن ما يطلق عليه بإعادة أعمار أو بتوجيه بعض القوى العربية والدولية من أجل إعادة بناء هذه الدولة الهامة بالنسبة لمصر. طيب زي ما اتكلمنا عن الدور القطري، أنا عايز أرجع برضو للدور التركي مرة تانية. عارفين أنه طبعا تركيا لها دور مشبوه في ليبيا، لكن عايزين توضيح أكتر طبيعة الدور ده إيه، وليه بيدعموا الإرهابيين في ليبيا؟ يعني حضرتك قلت لي أنه أحد الأهداف هو إزعاج مصر، لكن إيه تاني أهدافهم من خلال دعم الإرهابيين في ليبيا؟ لا حضرتك انظري للتحرك التركي بمنظور شامل في المنطقة. يعني تركيا مش معنية بس بالأمر في ليبيا، تركيا سوريا محتلية أرض سورية واسعة، العراق موجودة فيها وفي قطر أيضا. أيضا حضرتك ما تنسيش أن تركيا بتبني قواعد عسكرية في منطقة القرن الأفريقي، فيعني كل ده الدائرة دي دائرة استراتيجية تركية. هتلاحظي أن هم بيعملوا دائرة حوالين مصر، وفي نفس الوقت عملية التمدد الاستراتيجي في الأول، يعني قبل مثلا أقول لحضرتك 6-5 سنين تقريبا كان تمدد ناعم، يعني بمعنى التواجد الاقتصادي والتواجد الثقافي
حضرتك فاكره ايام المسلسلات والكلام ده، صح. كانت العراق مثلا دوله كل المنتجات فيها كانت تركيه. الان التمدد اصبح خشن، وتركيا استغلت نقدر نقول عليه ايه، الفجوه اللي ما بين الدول العربيه وبالذات الخليجيه وايران، في ان هي تمارس سياسه قد تكون اكثر خطوره من السياسه الايرانيه. انا في رايي يعني ايران تم يعني عارفه في السياسه نقول ايه، شدها الى اقصى، ما عندهاش خلاص امكانيات اكتر من كده، تقويضها يعني، لا ما عندهاش امكانيات اكتر من كده. هي وصلت الى مرحله يعني سواء تورطها في اليمن او العقوبات اللي بتفرض عليها، اليمن طبعا. يعني كل الحاجات دي خلتها بقت مشدوده، ما عندهاش امكانيه ان هي تتوسع اكتر من كده او تهدد اكتر من كده. لكن تركيا بتملك، صحيح اقتصادها حاليا في حاله يعني تردي او تراجع، ولكن عندها قوه عسكريه وعندها احلام يعني استعماريه كبيره جدا بالنسبه حتى في ظل خلافها الاخير مع حلف الناتو بخصوص صفقه الصواريخ من روسيا. يعني نقدر لسه نقول ان لديها هذه النفس، هذه القوه بالظبط. اقدر اقول حتى في ظل هذا الخلاف، حتى في ظل ان هو هم بيلعبوا سياسه فيها قدر كبير جدا من المصلحه فقط لا غير، ويستطيعوا ان هم يكيفوا اوضاعهم طبقا لمصالحهم. يعني حضرتك لو لاحظتي في قمه العشرين في اليابان كان في يعني كده قدر من الانسجام التركي الامريكي الظاهر، على حتى وان كان بدا ان هناك انسجام، لكن في ايضا تصريحات اخرى واضحه بانه لا، انه التعاون العسكري في خطر. انا اتفق مع حضرتك، لكن هتشوفي انه هم بيرفعوا درجه حراره يعني المواجهه مع امريكا ويخفضوها باسلوبهم هم. يعني تركيا دائما بتملك الميزه ان هي بترفع او بتهبط درجه حراره المواجهه. دورهم في سوريا وازعاجهم او محاولات القضاء على الاكراد في سوريا، هم بيلعب بالورقه ديت من حين لاخر، مره يدعي ان هناك او يصور ان هناك حشود تركيه كبيره جدا، فيقوم الغرب يبتدي يتراجع علشان ما يهجموش على الاكراد. فهو عنده سياسه الكر والفر حقيقه بيمارسها للاسف يعني ببراع الجانب التركي. فدايما ايه، ما ناخدش الامور ابيض واسود في سياستهم، لان هو ممكن قوي فجاه يختلف مع ايران وروسيا بالنسبه للاوضاع في سوريا، وده محك قادم قد يحدث. تركيا وايران مؤكد ان هما ما فيش بينهم وفاق استراتيجي حتى تاريخي او حديث، ولكن مصلحتهم في سوريا اقتضت ان هم يتقاربوا مع بعض، وبالتالي في يعني قدر يعني تركيا هتواجه بقدر من الازمات القادمه بالنسبه للوضع في سوريا والوضع مع الاكراد، بدليل مثلا ان حضرتك دلوقتي الامريكان بيقولوا الالمان عايزينكم تخشوا في سوريا بقوات. تخيلي بقى حضرتك الالمان بيدعموا الاكراد منذ زمن طويل بالتدريب وبالسلاح وبطلعات الاستطلاع الطيارات بتاعتهم عشان يبين لهم ايه المخاطر القادمه. فتخيلي بقى لو حصل مواجهه تركيه المانيه على الاراضي السوريه من اجل الاكراد. كل ديت حاجات يعني طبعا هي يعني مش محسوبه في المنظور القريب، ولكن قد تكون قادمه، وارده يعني، قد تكون قادمه. طب لو اتكلمنا عن تصريحات اردوغان فيما يخص ليبيا، وانه بيرفض يعني العمليات اللي بتقوم بيها او بيقوم بيها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمه طرابلس من الارهابيين، شايف تصريحاته دي ازاي؟ لا ما طبعا هو حضرتك بيمارس يعني اكبر قدر من البلطجه السياسيه. يعني ديت حاجه يعني عارفه في اتفاق دولي سواء كان غربي او من المنطقه، يعني مش مصر بس، على هذه العمليات وضرورتها. لا بلطجه سياسيه من جانب اردوغان. يعني هو تصريحاته دايما بتتصف بالعنجهيه والغرور والفوقيه. لا انا بتكلم على حياتك، بتقول ان في توافق يعني فيما يخص ايه، توافق في النظره نحو ناحيه اردوغان، يعني النظرة. توافق غربي انه اردوغان ده يعني شخصيه مش بالضروره ان انت دايما ايه تبقي عارفه ايه ردود فعله. دايما له ردود فعل هوجاء
في أماكن كثيرة يعني. فبالتالي من الطبيعي انه هتلاحظي حضرتك في المرحلة الحالية ان في قدر من الحذر في التعامل معها، سواء كان غربي او حتى عربي. في الدول العربية، حتى الجامعة العربية مؤخرا في كل الأدبيات اللي بتخرج منها بتشير الى الخطر التركي مثله مثل الخطر الإيراني، او انا في رأيي انه يزيد حتى عن الخطر الإيراني. وبالتالي انا اعتقد ان تركيا اصبحت محل يعني رصد من قوة كثيرة، سواء كانت عربية أو غربية أو طبعا أمريكية. يمكن الروس بيتعاملوا معاهم برضو في إطار المصلحة بأسلوب آخر، ولكن موضوع الصفقة زي ما حضرتك ذكرتي الصواريخ وموضوع التواجد في سوريا، ده بيخلي لازم بينهم قدر من التوافق الاستراتيجي ومحاولات إن هم يكون فيه يعني دفء في العلاقة، حتى لا تصاب العلاقات على الأرض داخل سوريا بأي نوع من التوتر أو الصدام. فأنت أمام مشهد معقد في سوريا، في ليبيا زي ما قلنا شهية متزايدة جدا من الأطراف الإقليمية للتغلغل في المنطقة، وده في كل ده في غياب يعني استراتيجية عربية موحدة تستطيع أنها تواجه كل هذه المخاطر. إيه المطلوب قبل ما نترك ليبيا ونروح لمنطقة أخرى ودولة أخرى في العالم العربي؟ إيه المطلوب من الليبيين لدعم دولتهم، لدعم جيشهم الوطني سيد سفير، في مواجهة الجماعات الإرهابية؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني لازم يكون في ترفع عن فكرة من يحكم ومن يسيطر، و لان هتلاحظي حضرتك حتى انه ده الوضع اصبح في السودان دلوقتي موجود، فكره ان في برضه لحد ما تنافس وتنازع على قضيه الحكم في السودان. فهي اصبحت هي دي القضيه الاساسيه دلوقتي، مين اللي هيسيطر، مين اللي هيحكم، مين اللي هيكون له الغلبه على الطرف الاخر. وللاسف مفيش يعني عارف حضرتك ايه صيغه نقدر نقول ان احنا نتنبأ بيها. يعني يمكن الصيغة اللي اتفقوا عليها في السودان الى حد ما مرضية بالنسبة انه هيكون في زي اوفرلاب ما بين الحكم العسكري او المجلس العسكري هناك والقوى الوطنية. طب خلينا نروح فعلا للسودان والخرطوم، الى اين تسير في المرحلة المقبلة؟ يعني المشهد شايفه ازاي هناك؟ اي انا من انظار فكرة انه الشعب السوداني يمكن يكون عنده رؤية اوضح وقدرة اكبر على السيطرة على الأوضاع والوصول إلى توافق يؤدي إلى الهدوء. يعني طبيعة الشعب السوداني هو شعب مسيس، يفهم في السياسة كويس قوي، وله يعني دائما توجهات واضحة وناضجة. وبالتالي أنا مش قلقان، يعني أنا أعتقد أنه الصيغة اللي هم وصلوا إليها دي هتكون فعلا صيغة صالحة للتطبيق، وعندي ثقة في انه هيتجاوزوا هذه الازمة. يعني لان برضو مستوى التدخلات الخارجية في السودان لم يصل الى الحد اللي وصلنا اليه في ليبيا. نتيجة الجغرافيا، نتيجة اشياء كثيرة. فانا متفائل بالوضع في السودان، وانه هيكون في يعني يمكن سرعة اكبر في التعامل مع الوضع والوصول الى نتائج افضل. سيد سفير، ازاي السودانيين ينتبهوا لمحاولات الاخوان اللي كان ليهم طبعا دور كبير في الفترة اللي فاتت في السودان، والتيارات الدينية المتشددة، لمحاولة الدفع باتجاه الفوضى والسيطرة على الاوضاع هناك؟ ايه المطلوب من الناس هناك علشان يعني يبقوا متنبهين لده؟ يعني هو المفروض انه في قراءة للوضع هناك، بمعنى انه الاحداث اللي حصلت في السودان حصلت شوفي بعد كام سنة من احداث مصر وتونس والجزائر قبلها. فبالتالي انا اعتقد انه يعني اي مخطط استراتيجي عندهم هناك في السودان او اي زعيم سياسي حتى لازم يكون قاري المشهد اللي حصل في الدول اللي انا قلتها ديت، يعني سواء مصر، ليبيا، تونس، الجزائر. يعني حضرتك هتلاحظي ان في تشابه كبير جدا في الاحداث اللي بتحصل والتركيب يعني حتى تركيب الحلول صحيح الى حد ما تحس انها متقاربه.
فبالتالي انا اعتقد انه لا يمكن ان احنا نتحرك ك فصيل سياسي في السودان من دون ما نكون بننظر الى التجارب او ما حصل في الدول اللي بقول حضرتك عليها ديت والتجارب اللي كانت فيها، لان المشهد بيتكرر وعمليه الانقضاض على عمليه التغيير تقريبا متشابهه عما حصل، يعني بالنسبه للي حصل في دول زي مصر في تشابه كبير ما بين مصر والسودان على فكره في ترتيب الامور. فاعتقد انه ده ممكن يدي اضاءه كده للقائمين على الامور هناك والناس اللي هي بتتحدث عن مستقبل السودان بشكل عميق هناك، انه يجب ان ننظر الى تجارب الاخرين وماذا حدث وماذا وصلوا اليه، وبالتالي الاستفاده بان احنا نقلل فتره المعاناه زي مصر عانت كثيرا حتى تصل الى ما هي عليه الان. صحيح. وبالتالي انا اعتقد الاستفاده من تجارب الاخرين ده امر ملح ويجب ان هو يكون في الاعتبار. يعني شايف ازاي اهميه الحفاظ على التماسك الوطني والدوله الوطنيه في السودان؟ المتظاهرين هنا المفروض دورهم يكون ايه؟ يعني هو طبعا عمليه الاحتجاج الواسع انا اعتقد ان هي قلت شويه في المرحله الحاليه هناك، واعتقد انه الاسهام اللي حصل من ناحيه الاتحاد الافريقي ومن ناحيه مصر ومن ناحيه في قوه كثيره الحقيقه يعني تدخلت في الموضوع، السعوديه والامارات مصر الاتحاد الافريقي اثيوبيا ايضا، اعتقد انه في النهايه قدرت انها تصل الى صياغات قد تكون مفيده فعلا في حل الوضع وتحريكه الى جهه الاستقرار، لانه السودان عانى كثيرا في الماضي من سواء كانت انقلابات عسكريه او محاولات لبعض القوى المتطرفه في السيطره على الاوضاع هناك، وعنده خبره جميله. انا من الناس يعني متعاطفين دائما مع السودان ومع قضايا السودان وبحب اروح السودان كتير، وبشوف ان هناك نضج عالي جدا 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 عن يعني مستوى دول عربيه اخرى، نضج سياسي عالي جدا جدا، وبالتالي انا متفائل وعندي ثقه كبيره في القوى السياسيه المدنيه والعسكريه ان هي تقدر انها تصل الى توافق سريع. خطوره اطاله الامد، يعني حضرتك بتقول توافق سريع، خطوره اطاله امد عدم الاستقرار هتكون ايه في السودان وهتكون ايه كمان على الوضع الاقتصادي هناك؟ طبعا انا حضرتك يعني انا دائما للاسف عندي نظره يمكن تكون متشائمه شويه انه كل البؤر والحرائق اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط او المنطقه العربيه هي بتبقى مصممه لاطاله امدها، يعني دايما الحاجه تحصل على ويتم تغذيه فكره ان الامور تطول. يعني شوف حضرتك سوريا بقى لها من 2011، ليبيا نفس الشيء، اليمن داخلين برضو في كذا سنه، وبالتالي انا يعني لا ارى ما يجري في السودان بانه هيكون بؤره مزمنه قادمه تضاف الى البؤره المزمنه اللي موجوده في المنطقه العربيه. انا بالعكس انا ارى انه لن يطول امد هذه المشكله، وهيكون في حرص من الاطراف السودانيه ان هي يتم يعني انهاء هذا الوضع القلاقل الموجوده والوصول الى مرحله الاستقرار. انا شايف يعني ان الشعب السوداني مرشح لعدم اطاله امد هذه المشكله، متفائل يعني متفائل. ان هم منتبهين لده بعكس كل البؤر اللي موجوده في المنطقه. انا شايف ان لسه قدامنا وقت طويل، لكن انا اعتقد ان السودان هيكون سريع الوضع. طيب مصر اكدت واعلنت منذ بدايه التطورات في السودان دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني مع الحفاظ وضروره الحفاظ طبعا على المؤسسات والتماسك الوطني. اهميه الرساله دي ايه؟ ولاي مدى الدول الاخرى كمان عندها نفس الرغبه ونفس التاكيد؟ لا يعني هو حضرتك طبعا مصر لما بتنظر الى السودان بتنظر اليها بنظره بعيده او بنظره خاصه جدا بعيده عن الدول الاخرى، يعني دايما مصر بالنسبه او عندما تنظر الى السودان هي بتشوف انه ده الجوار المباشر والتاريخي والجغرافي اللي ما نقدرش ان احنا يعني نتغاضى عنه او ان احنا ننظر اليه بنظره بسيطه، لازم تكون نظره قويه عميقه فيها رؤية وفيها إحساس بخطورة الموقف، وده اللي حصل.
وبالتالي دايما احنا بنبني موقفنا بالنسبه للسودان على ضروره الوحده والتماسك. يعني انا فاكر يعني انا رحت حضرت في 4 يوليو 2011 عمليه انفصال جنوب السودان. انا كان جوايا في الم ومراره شديده جدا كانسان مصري عربي عندما يرى هذا، لكن يعني المهم مش هنتدخل في القصه دي. لكن انا قصدي ايه، ان احنا دائما عندنا دافع كده داخلي بانه السودان لازم يكون فعلا اراضي واحده موحده قدر كبير جدا من الاستقرار، بعيد تماما عن النزاعات المسلحه. حضرتك ايام ما كان في نزاعات مسلحه كثيره كانت ده امر مقلق جدا لمصر مؤكد. يعني حتى كمان يعني مش هنقول لك بقى، انا مش عايز احط يعني اضع فكره اللاجئين او النازحين ان ده بالنسبه لمصر مشكله، لان احنا بنستضيفهم فعلا ومفيش عندنا مشكله في هذا الامر. ولكن مؤكد ان استقرار السودان امر ملح وهام جدا بالنسبه للامن القومي المصري. ممتاز، اسمح لي سيد سفير هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونتكلم بقى عن اليمن والاوضاع، وشايف ازاي الجهود ايضا لمواجهه ميليشيا الارهابيين او ميليشيات الارهابيه والحوثيين هناك. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع وزير خارجيه مصر الاسبق السفير محمد العرابي. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في مواجهتنا عن الاوضاع في المنطقه العربيه مع ضيفي وزير الخارجيه الاسبق محمد العرابي، عضو لجنه الشؤون الخارجيه في البرلمان. مره ثانيه اهلا بحضرتك يا فندم. وعايزين بقى نروح وننتقل لليمن، الاول شايف المشهد ازاي هناك على الارض، وشايف ازاي اخر التطورات الخاصه بسيطره الجيش الوطني اليمني على الاوضاع هناك بدعم من التحالف العربي؟ طبعا هي اليمن نقدر نقول ان حصل فعلا تطور خلال الاسابيع القليله الماضيه، لان يعني كان جينا فتره كان في قدر من الاستجنيشن او يعني الهدوء يعني او لا يعني مفيش حد يعني مفيش حركه مفيش حد بيتحرك في اي اتجاه. يعني دايما الارض بتقول شيء، وبعدين الصواريخ اللي بتوجه الى المملكه العربيه السعوديه واهداف مدنيه بداخلها بتقول شيء اخر، والموقف الدولي بيقول شيء ثالث. يعني فكان في حاله كده يعني عارفه حضرتك ايه، زي قبول بالامر الواقع، الارض عليها شيء والصواريخ بتوجه وبيتم يعني ادانه هذا العمل من جميع دول العالم، والمجتمع الدولي يعتبر الى حد ما صامت، حتى المبعوث الدولي يعني ما عملش الجهد المطلوب منه. لكن انا اعتقد انه الوضع حاليا يعني في تغير تكتيكي واستراتيجي ايضا. تكتيكي بمعنى انه التحالف العربي قدر يحقق يعني تقدم فعلا عسكري، مش هنقول ان هو احتل ارض، ولكن اضعف قوى الجماعات الحوثيه والجماعات الارهابيه الاخرى، وده في حد ذاته امر مهم، لانه دايما احنا بنقول انه اي عمل عسكري بيبقى له هدف وضعف الطرف الاخر وجلبه الى مائده التفاوض. مش هنقعد نحارب طول عمرنا، ما فيش حاجه كده، والحرب طول عمرنا حتى مش هتحسم امر. فاعتقد ان احنا يمكن اقتربنا من هذه النقطه الان، انه يكون في بدايه كده افق لاحتمالات يعني بوادر لقبول الطرف الحوثي ان هو يكون في قدر من التفاوض، او وفي دول دخلت في هذا الاطار اعتقد الان، زي سلطنه عمان زي دول اخرى، حتى دوله الامارات يمكن اصبح لها يعني احساس بانه ممكن فعلا تخفض مشاركتها الى حد ما في التحالف العربي عامه كانت عليه من قبل، بمعنى ان الحمله العسكريه حققت اهداف كثيره، والان جاء الدور على العمل السياسي اللي يجب ان يكون هناك يعني قدر كبير جدا من الحشد له، سواء كان عربيا او اقليميا او دوليا. لسه برضو ما نقدرش نقول ان احنا يعني على مشارف هذا العمل السياسي الضخم اللي هيحصل، ولكن انا اعتقد انه في نجاح على التحالف العربي على مستوى التكتيكي، واعتقد انه هنشوف الفترة الجاية يعني حتى الهجمات اللي بيقوم بيها جماعات الحوثيين بالصواريخ الارض ارض، اعتقد ان هي هيحصل انحسار لها، لانه حصل احكام على خطوط الامداد بتاعتهم، وبالتالي انا اعتقد انه الفتره الجايه هتكون مؤهله وناضجه
تماما لبدايه عمل سياسي تتدخل فيه بعض الاطراف اللي هي لها علاقات بالطرفين جيده، زي سلطنه عمان، زي طبعا المبعوث الدولي، ولو انه يعني ما حققش كثيرا، ولكن اعتقد انه ممكن فعلا ينشط في الفتره الجايه. طيب، من ضمن الانجازات المتواليه لقوات التحالف العربي في اليمن مؤخرا كمان القاء القبض على امير تنظيم داعش هناك ابو اسامه المهاجر، وهو المسؤول المالي كمان للتنظيم. اهميه يعني هذه العمليه في رايك ايه في التوقيت ده سيد سفير، ويعني الى اي مدى ده ممكن كمان يحد من قدرات التنظيمات الارهابيه هناك؟ طبعا هي يعني العمليه طبعا مفيده، بمعنى اي عمل حضرتك بيؤدي الى تكثيف قدرات الجماعات الإرهابية أنا بشوف أنه هو مفيد ويجب أن هو يتم باستمرار، ولكن الجماعات الإرهابية عندها يمكن قدرة أكبر من الحكومات أن هي أسرع في إعادة تكوين نفسها وإعادة تجميع نفسها، وبالتالي يعني ما ننظرش الى فكره ان احنا تم قضاء على عنصر قيادي في هذه الجماعات ان ده يعتبر يعني نصر عسكري، ولكن بيؤدي الى يعني احساس بان هم فقدوا احد يعني الزعماء التقليديين لهم. لكن القبض عليه مش بيعتبر كمان انت عثرت على كنز، يعني لانه كم المعلومات اللي هيخرج منه حقيقي. هو بالتاكيد هيكون مفيد كمان في حربهم على الارهاب. طبعا، ومجرد حضرتك الوصول اليه هو وعدد من المرافقين ده بحد ذاته طبعا انجاز، ولكن انا بقول لحضرتك ايه، ان ده مش هو ده النصر العسكري الحاسم اللي هيخليهم يدخلوا في عمليه تفاوض، لكن هو جزء نرحب به وكل شيء، ولكن هذه الجماعات عندها قدرة غريبة جدا على إعادة تنظيم نفسها بسرعة كبيرة جدا قد تفوق أحيانا القوى النظامية. إلى أي مدى أو يعني لمتى يستمر إرهاب ميليشيات الحوثي في ترهيب المدنيين، التعدي على المنشآت المدنية، الملاحة في البحر الأحمر؟ هو يعني هم عارف حضرتك ايه، كانوا يعني عندهم قدر من الاحساس بانه فعلا ممكن يكونوا تهديد للملاحه في البحر الاحمر، ودي نقطه مهمه جدا تتعلق حتى بالامن القومي المصري يعني. ولكن يبدو انه هم يعني عارف حضرتك تم اضعاف قدراتهم في هذه النقطه بالذات، يعني فكره ان هم يكونوا عنصر ازعاج للملاحه البريئه في البحر في باب المندب على وجه الخصوص يعني. فده في حد ذاته يعتبر انجاز للتحالف العربي، فكره تحييد القوى الحوثيه من ان هم يكونوا شكلوا تهديد، ان ده كان احد المخاوف الكبيره الحقيقه للجميع، مش لمصر فقط، لجميع الدول، وخاصه لحركه التجاره الدوليه في العالم كانت هتبقى مهدده. فده في حد ذاته امر جيد يعني. لكن يبدو ان هذه الجماعات عندها لازالت خط امداد يعني معنوي ومادي مستمر. اعتقد ان ايران ولو انها بتنفي هذا وبتقول انه يعني قدراتنا لا تصل الى هذا الادعاء اللي انتم بتقولوه، ولكن الواضح انه لا زالت ايران بتشكل يعني خط الامداد الرئيسي لهذه الجماعات، وهي اللي بتحاول يكون عنصر ازعاج للمملكه العربيه السعوديه والاوضاع في منطقه الخليج بوجه خاص. وللاسف يعني ايران عندما تشعر بالضغط الغربي في الفتره القادمه وبالذات من الولايات المتحده الامريكيه، ده ممكن ينعكس على زياده تأييدها للجماعات الحوثيه، بحيث ان هي يعني يبقى عندها كارت تستعمله للضغط على الاوضاع في المنطقه وعلى الاوضاع حتى بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. فيجب ان احنا نترقب هذا، ان كلما يديك الخناق على الدولة الإيرانية من جانب الولايات المتحدة أو بعض الدول الغربية الأخرى، ده قد يؤدي إلى زيادة الدعم، بحيث أن يكون في عنصر إزعاج آخر يصرف النظر عن ما يجري في إيران نفسها. فلازم نتحسب لهذا الأمر في الفترة القادمة. طيب، إذا كنت بتقول حضرتك أنه المجتمع الدولي يعني أو خلينا نقول أنه التجارة الدولية في خطر بسبب يعني الحوثيين، أين المجتمع الدولي فعلا من إرهاب الحوثيين؟ لا، ما هو حضرتك يعني احنا يعني هنقدر نقول ايه، انه منذ اجتماع جدة اللي كان فيه وزير الخارجية الامريكي جون كيري
واضح ان الولايات المتحده الامريكيه كانت بتتعامل مع الارهاب بشكل انتقائي، بشكل يعني هي كان عندها هم اساسي او ما يطلق عليه يعني او ادعاء بان داعش هي التي تمثل التهديد الاساسي، ومع ان طبعا في كلام كتير مش هنخش فيه على مين اللي عمل داعش ومين اللي كون داعش، ما لناش دعوه بيها دلوقتي القصه ديت، ولكن الولايات المتحده كان عندها هدف يعني يبدو استراتيجي في انها تتعامل مع البؤره الموجوده في الشام فقط، ولو انه حتى العمل العسكري اللي قامت بيه لم يؤدي الى يعني قضاء على داعش. وفاكر حضرتك اوباما قال لك انا محتاج 3 سنين عشان اقضي عليهم، يعني كلام كان حتى عسكريا الى حد ما في قدر من الغرابه انه دوله زي الولايات المتحده الامريكيه مش قادره تتعامل مع مجموعات على الارض يعني حروب عصابات تعتبر يعني. للأسف الموقف الغربي دائما عنده قدر من الانتقائية والتعامل مع جزئية جزئية، يعني هتلاقي حضرتك انه مثلا الأوضاع في ليبيا في جماعات إرهابية موجودة، لكن الولايات المتحدة مش كل فين وفين بتعمل عملية، ما هيش أولوية عندهم القضاء على هذه الجماعات، تعمل عملية عسكرية كده يعني لأهداف حتى خاصة بيهم، غارة جوية وخلافه من هذا القبيل. حتى برضو بالنسبة لليمن هتلاقي حضرتك ان هم بيتعاملوا مع اليمن من منطلق ان القاعدة لها تواجد هناك، مش من منطلق ان الحوثيين بيشكلوا خطر او بيأدوا الى يعني لم نرى طائرة بدون طيار بتستهدف حد من القيادات الحوثية، بل بالعكس هتلاقي حضرتك ان معظم اللي اصيبوا خلال السنوات الماضية في اليمن هم اساسا من القاعدة. فأمريكا دائما لها حساباتها في التعامل مع الإرهاب بطريقة يعني معرفش مخططهم ايه، شكله ايه، ايه الاستراتيجية بتاعتهم، ولكن هي استراتيجية انتقائية لا تتعامل مع الإرهاب كواحدة واحدة. وحتى يعني حضرتك تتذكري ان كلمة الوزير سامح شكري في المؤتمر بتاع جدة اول بدأنا التحالف ضد داعش كان لا يا جماعة مفيش حاجة اسمها داعش فقط، في حاجة اسمها إرهاب يجب التعامل معها بشكل طبعا كامل، ولكن دي الخيار الأمريكي أو الاختيار الأمريكي وللأسف بنعاني منه في حد. قبل ما نترك اليمن متى يمكن ومتى مش بمعنى برضو تاريخ، لكن لما يحصل إيه يمكن أن يتم القضاء على إرهاب الحوثيين وينجح التحالف العربي في القضاء عليهم في اليمن؟ ما هو حضرتك شوفي الحوثيين دول يعني فصيل موجود في اليمن ما نقدرش نقول ان احنا القضاء على ارهابهم بس زي ما حضرتك حددت اللفظ مظبوط تماما، يعني قضاء على ارهابهم. القضاء على الارهاب ده انا يعني اعتقد انه مش في الاجل القريب هيتم، هيكون لهم مطالب سياسيه قد تضطر الى قبولها الى حد ما. اعتقد ان ايران لها هدف وهو يعني قيام حزب الله آخر في اليمن، وبالتالي هذا المعنى أو هذا المفهوم يترجم سياسيا إلى سيطرتهم على بقعة من الأرض تبقى خاصة بهم. هل ده مقبول يمنيا عربيا دوليا؟ ما أعتقدش هيبقى فيه مشكلة يعني، ولكن هو ده يعني الطرح القادم أو السؤال القادم، هل فكرة القبول بأن يكون في حزب الله آخر موجود في منطقة في جنوب المملكة العربية السعودية هل ده وارد أو مقبول؟ هو ده السؤال الكبير اللي هيبقى قادم في الفترة الجاية. تمام، خلينا ننتقل بقى سيادة الوزير للأزمة السورية. شايف تطورات الأزمة السورية إزاي وفي الفترة الأخيرة؟ هل متفائل أنه ممكن نصل لحل في القريب في المستقبل القريب أم لا؟ هي الأزمة السورية بتشكل حالة فريدة الحقيقة من نوعها، يعني حضرتك لو تعدي عدد الجيوش اللي موجودة على الأراضي السورية يعني يحصل حالة من الذهول، إن أول مرة في تاريخ العالم العربي منذ معرفش بقى إمتى يعني التتار والمغول وكده حتى دول كانوا دولة أو جيش واحد يعني، إنه يبقى دولة عربية فيها هذه الكثافة من جيوش متعددة وجيوش حتى بتعادي بعضها البعض، يعني ما تقوليش انه القوات الايرانيه اللي موجوده ممكن انها تعيش في سلام مع قوات امريكيه او فرنسيه او انجليزيه، ده غير الروس غير الاتراك غير الاكراد غير يعني شوفي الحشد رهيب لم يشهده، ولعلم حضرتك لم تشهده دوله في العالم،
يعني حتى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ما كانش فيها إلا 4 جيوش اللي دخلوها، يعني اللي قدروا يخلصوا ألمانيا من فترة النازية. لكن دلوقتي حضرتك حشد غير طبيعي موجود في سوريا، وبالتالي ده يعني، وطبعا ده غير الجيش السوري النظامي وغير الجيش السوري الحر وجماعات داعش اللي لسه لا زالت موجودة على 2% تقريبا من الأراضي السورية. يعني في حالة غريبة جدا، وهو الغريب انه الدولة السورية عندما كنت تنظري اليها زمان ايام ما كانت دولة واحدة ما كنتش تتوقعي انها تسمح ب يعني بإيواء كل هذه الجيوش على اراضيها بهذا الشكل. و يعني فالمهم ده بكل ده في اطار ان الرئيس حتى بشار الاسد عندما يتحرك الان داخل دمشق او في ضواحيها يعني بيتحرك بدون حراس، فشوفي يعني التناقضات اللي هي اللي موجوده في المساله السوريه. لا اتوقع ان احنا نقدر، بيقولوا في دوره قادمه في سوتشي برضو، دوره روسيه امريكيه تركيه سوري روسيه ايرانيه تركيه، يعني مفيش اي تدخلات عربيه، مفيش اي وجود عربي، رغم انها دوله عربيه يعني هم الثلاثه هيقعدوا تاني ويشوفوا اللجنه تعمل الدستور، وكان برضو يعني حتى مفيش مبعوث دولي. هي ايه السيناريوهات المتوقعه بالنسبه لسوريا في الفتره الجايه؟ هل عندنا اكتر من سيناريو ممكن يكون يعني مطروح او متوقع؟ السيناريو الغالب هو بقاء الامر على ما هو عليه لفتره قادمه طويله، لانه حضرتك انت ما تبصي للخريطه دلوقتي، اولا صعب ان انت تنزعي القوات دي كلها من على الارض، لان كل قوه لها مصلحه معينه في التواجد. الاتراك موجودين عشان الاكراد، الايرانيين موجودين لحمايه بشار الاسد، سوريا روسيا نفس الشيء، الامريكان عشان ما يسيبوش الروس لوحدهم في المنطقه ديت، الانجليز والفرنسويين مخابراتهم هناك شغاله عشان اولا القضاء على داعش، وفي نفس الوقت على المقاتلين الاجانب اللي هم من جنسيات هذه الدول. فكل دوله موجوده وحاطه رجلها هناك ولها موطئ قدم، ولكن له اهداف خاصه بيها، فبالتالي انك تقدري تفكي كل هذه الاهداف مره واحده ده امر انا شايف ان هو لسه بعيد. تقييمك ايه سيد سفير لدور المبعوث الاممي بيدرسون في سوريا؟ هل يعمل فعلا على حل الازمه، ولا هو جزء من الازمه زي نظرائه في دول اخرى في المنطقه؟ وازاي المبعوث الاممي يكون يعني له دور محايد او دور على الاقل موضوعي، يعني كي يكون فعلا حل للازمه وليس جزءا منها؟ يعني أنا أقدر أقول بالتعميم كده وبدون ما نأذي مشاعر أحد، يعني كل المبعوثين الدوليين الخاصين بسوريا يعني لم يحققوا شيء، بل كانت يعني معظمها يمكن مكاسب شخصية لهم هم. يعني يمكن الوحيد اللي كان كوفي عنان اللي كان عنده قدر من الإحساس بأنه مش هيقدر يعمل حاجة فاستقال ومشي وساب، وده يمكن ده أكثرهم يعني اتساقا يعني مع نفسه واقتنع بحاجه وحاسس ان هو يقدر يعمل حاجه فيها. فبالتالي انا لا، انا مش شايف ان المبعوث الدولي يعني ممكن في النهايه خالص ده يعني كده يجي كاندورسمنت للي هيتم الاتفاق عليه او لاعاده يعني ختم الدولي يتحط على اللي هيتم الاتفاق عليه ما بين تركيا وايران وروسيا، لكن انا مش شايف ان في اي يعني دور ايجابي ممكن ان هو يلعبه. حتى في تشكيل اللجنه اللي هو بيقولوا عليها اللي تضع الدستور، انا يعني للاسف دور الامم المتحده فقد قدر كبير جدا من مصداقيته في مشاكل المنطقه. يعني بالنسبه حتى لليبيا وبالنسبه لليمن ما مش هتلاقي حضرتك يعني في مصداقيه على الارض للدور اللي ممكن يلعبه المبعوثين القادمين من الهيئه الدوليه. ازاي ممكن نتجنب الصدمات في دولة زي سوريا والاتجاه اكثر للحل السياسي حتى تستعيد سوريا استقرارها سلامتها الاقليمية سيد سفير؟ والله يا حضرتك يمكن كان يعني التصور المثالي اللي حضرتك بتقوليه ده كان المفروض يحصل من سنوات ماضية. احنا الحقيقة مسؤولين كلنا عن انه اخرنا كثيرا فكرة الحل، و يعني كان ممكن توفير دماء كثيره جدا 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 لو كنا بدانا في التعامل مع القضيه السوريه
من 2011 على طول. وللأسف أيامها اللي كان بيتحدث على أنه يعني أنه ممكن يحصل نوع من المعارضة تجلس مع الحكم في دمشق، أن ده بيعتبر خيانة للثورة، وهذا النظام نظام سفك دماء شعبه، وبالتالي كان في نظرة سلبية لأي حد يقول هذا الاقتراح. مع أننا لو كنا بدأنا في هذا الاقتراح وتغاضينا إلى حد ما عما حدث من النظام السوري، لكن كنا هنحافظ على دماء كثيرة جدا 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 لو كنا بدأنا العمل السياسي منذ فترة طويلة مضت. ولكن للأسف فرص مهدرة، التواجد العربي تم اختطافه، العرب ما لهمش أي دور في المسألة السورية حتى الآن، وبالتالي الأمور يعني أنا الوضع في سوريا دائما مرشح للإطالة والامتداد، ونحن لسه كم سنة كمان لسه قدام، ويبدو أنه أحيانا بيبقى الحل المثالي هو يعني عارفه ايه، ابقاء الاوضاع على ما هي عليه، ومفيش داعي ان احنا نخش في مخاطر تزاوج ما بين السلطه الحاليه والمعارضه، ده هيثير مشاكل اكتر. يعني الوضع معقد تماما، التواجد العسكري غير مسبوق، كل دوله لها اهدافها. للاسف سوريا يعني آسف أن أقول أنه لسه مرشحة لفترة طويلة من عدم الاستقرار. وهل أيضا الدور التركي يعني المشبوه في سوريا مرشح أن يستمر، ولا ترى له أي نهاية في الوقت؟ لا طبعا هيستمر، بالعكس تركيا بتستعمل هذا الدور كأنه من ورقة ابتزاز للجميع، سواء كان روسيا أو الغرب. تركيا محتلية كرة ورفع العلم التركي عليها، ومعينة محافظين أتراك أو عمد أتراك دون أي تدخل من المجتمع الدولي. لا خالص، هي أراضي مفتوحة ومحدش قادر يسيطر عليها. في نفس الوقت هتحرك، لو رحتي مثلا مدينة زي حلب هتلاقي حضرتك اللي بينظم المرور فيها هناك قوات روسية. شوفي التناقضات اللي موجودة على هذه الأرض، تناقضات رهيبة جدا لا تبشر بأن ممكن يكون في فجأة كده أفق مفتوح لصورة وردية والناس دي كلها تمشي من سوريا. هتروح يروحوا في ده، إيران بنت قاعدة عسكرية وبالقرب من دمشق، يعني مؤكد صعب جدا تفكيكها، ومش هيكون في رغبة سياسية أنها يتم تفكيكها. فالوجود بيزداد عمقا ورسوخا على الأرض بقوات عسكرية غير مسبوقة. طب بمناسبة بقى تركيا، يعني نروح لإردوغان نفسه وممارساته. يعني هو دائما ما يدعي أنه هو مناصر لحرية الرأي والتعبير، لكن الحقيقة على الواقع عندنا مثلا وسائل إعلام التركية نفسها بتعلن عن أنه هناك أكثر من 70,000 معتقل، والرقم يتزايد يعني في سجون الطاغية إردوغان. قراءتك إيه لهذا الرقم وحديثه طول الوقت أو طوال الوقت عن حرية الرأي والتعبير وانتقاده للدول الأخرى في هذا الشأن؟ هو حضرتك معادلة الرئيس التركي هي معادلة أنه أنا أحقق تقدم اقتصادي قوي جدا يخلي الشعب التركي يعني إلى حد ما يشعر بأنه في حياة سهلة والاقتصاد قوي، وبالتالي ما يلتفتش قوي للأمور الأخرى. ولكن يمكن انتخابات اسطنبول الأخيرة ديت يعني يمكن هي غيرت من المفهوم ده بحدة شديدة جدا، أعتقد أن هي يعني شكلت له صداع طبعا كبير جدا جدا. أعتقد أنه هو يعني إذا كنا بندعي أنه هو يعني حاكم داهية، فبيعيد يعني حساباته الى حد ما، وهو مستعد يعمل اي حاجه عشان يبدأ في الحكم يعني حتى لو يعني يغير 360 درجه او 180 درجه اسف الاتجاه بتاع سياسته، ما عندوش مشكله، هو راجل براجماتي تماما، ما يعمل اي حاجه عشان يفضل موجود في الحكم. ف اردوغان ظاهره سياسيه بيلون نفسه بسرعة كبيرة جدا، كان زمان اللي يهاجم أتاتورك مثلا ده يعتبر مناهض للقومية التركية ويتم القبض عليه،
انا اعتقد ان هو الان الامور بتسير في اتجاه تاني خالص غير اللي كان موجود في تركيا الحديثه يعني ايام اتاتورك وما بعدها. وبالتالي هذا الرجل نقدر نقول عليه ان هو في منتهى الخطوره، يستطيع ان هو يتلون بسرعه كبيره جدا جدا، مصلحته فوق كل شيء. ومن هنا ده للاسف يعني عارفه ايه، صداع موجود في المنطقه، وللاسف احنا كدول عربيه ادينا له مساحه واسعه جدا في التعامل او التواجد في المنطقه العربيه، وكنا كل همنا ايران، يعني عندنا كده اي حاجه لا ايران هي الاساس. إيران طيب ما قلناش حاجه، لكن في خطر تاني قادم وقادم بقوه وبشراسه. لكن للاسف حتى الان احنا في ناس كتير جدا، طالما ان هو يعني انا ما بحبش اخش في الجزئيه ديت، ان هو سنه يبقى اذا هو كويس يعني والشيعه هي الوحشه، لا الكلام ده مش سياسه، دي مش سياسه، ده كلام مبني على مذهبيه ما مش بالضروره ان هي تكون متسقه مع السياسه. خسارته في انتخابات بلديه اسطنبول وقعه هيكون ايه في الفتره اللي جايه سياسيا على اردوغان وحزبه؟ قمع اكتر هتشوفي، يعني هو ما عندوش اي يعني احساس بانه يدي مساحه اكبر من الحريه لاي طرف. هو عنده الارقام يعني لو قلنا مثلا ضد الاعلام والصحافه فقط عندك 189 يا سياده الوزير وسيله اعلاميه مختلفه في 2016 اتقفلوا، منهم بقى وكالات انباء 62 جريده، مجلات 19، محطه راديو 14، 29 تلفزيون، يعني دور نشر، ما يعني ده بخلاف كمان 127 الف موقع الكتروني و 94 الف مدونه، يعني قمع اكتر، ارقام لم نسمع ابدا عنها ان كل ده يتم غلقه. بالظبط، وهو في نفس الوقت حضرتك في يعني الغرب الى حد ما صحيح، يعني لما بدا ينقب في بالقرب من صباح القبرص، وعشان قبرص دوله في الاتحاد الاوروبي انزعجوا، لكن ما يجري داخل تركيا لم يزعجهم بالقدر الكافي يعني. وبالتالي الغرب لا زال يرى فيه انه عنده قدر من الابتزاز السياسي، يجب التعامل معاه بحرص، وفي نفس الوقت يجب عدم يعني ازعاجه بشده، لانه يملك بعض الكروت اللي ممكن تشكل ضغط على الدول الغربيه. زي ايه يعني؟ يعني موضوع الاكراد، هو ما هو بيلعب بموضوع الاكراد، هو دائما يضع او العامل الكردي ده ان هو ده اللي ممكن انا اضغط بيه على الغرب، حمله عسكريه قويه جدا ضد الاكراد تجعل الغرب يتراجع عشان يوقف هذه الحمله ويرضخوا لاي طلبات له. وبالتالي هو يعني يدرك تماما يعني كيفيه اللعب بالاوراق اللي هو بيملكها، وبيعرف ازاي يتعامل مع الغرب برضه بطريقه كر وفر دقيقه جدا. هذا الشخص ما اعتقدش ان هو يعني هنقدر نتعامل مع تركيا كدوله حيويه هامه في المنطقه الا بخروجه من الحكم باحد الوسائل سواء انتخابات او غيرها. خسارته في انتخابات اسطنبول، بلديه اسطنبول، تاثيره هيكون ايه عليه سياسيا؟ عليه وعلى الحزب العداله والتنميه؟ هو يعني حضرتك اعتقد ان الفتره الجايه هيكون عنده اهتمام بالشق الاقتصادي اكتر، لان هو يعتقد ان الشعب التركي عندما يشعر ب يعني رغد العيش هيبقى اكثر يعني طبعاً. بس هو الشق الاقتصادي عنده في نزول الان، نزول يعني طبعاً. بالعكس عنده مشاكل اقتصاديه كبيره. طبعا اكيد، ولكن والليره بتنخفض والتضخم بيرتفع لكن ما تستبعديش ابدا انه يلجا الى الحليف القطري، انه يلجا يعني عنده من الوسائل ان هو يقدر يدعم اقتصاده في الفتره الجايه. لكن شعب، انا بقصد سياسيا كمان، شعبيته مدى قوه حزبه هتكون عامله ازاي؟ يعني انا اعتقد هو اول مره استهون باسطنبول وقال ان دي انتخابات يعني حاجه بسيطه لا تذكر يعني، وعاد الانتخابات ولما اعيدت بالعكس كانت الخساره اكبر كثيرا. ما هو يعني انا اعتقد ان في يقظه الى حد ما في الشعب التركي، يعني مؤكد ان اللي هو بيمارسه في الخارج التركية ده اثر على صورة الشعب التركي نفسه، وعلى مدى يعني تعامل الناس معاهم في الاطار الخارجي.
لانه واضح تماما ان ده واحد له اهداف استعماريه ولا يأبه باي احد سواء كان تركي او غير تركي. ف انا اعتقد ان الشعب التركي يعني هيكون عنده قدر من اليقظه في الفتره الجايه، وهنكون يعني هنشوف ان هو بدا محاوله احراجه داخليا، وهو هيدافع عن نفسه بالاسلوب طبعا القمع، وفي نفس الوقت محاوله جر الاقتصاد مره اخرى الى مرحله انتعاش. تمام. لما بنتكلم عن المنطقة العربية الحقيقة سيادة الوزير ما نقدرش نحن ما نتكلمش عنها أيضا وإحنا بنربطها بما يحدث في العالم الغربي في أوروبا مثلا وصعود اليمين المتطرف في الفترة الأخيرة يعني في انتخابات بعض هذه الدول. قولي البعض وصف بأنه دي كانت نتيجة غير متوقعة، هل هي فعلا كانت غير متوقعة؟ ولو مش متوقعة مش متوقعة لمين؟ لا بالعكس، لهم ولا لنا هنا في العالم العربي ولا لمين؟ لا، النتائج كانت متوقعه. هو في يعني اعرف حضرتك ان فكره الشعبويه واليمين المتطرف ديت فكره بتنمو بقوه عالميا يعني يمكن منذ وصول ترامب ودعواته. صحيح. بغض النظر عن ان هي صح او غلط يعني، ولكن في نفس الاتجاه ده موجود في دول كثيره. وبعدين يعني احنا لازم برضو نتنبه لفكره، ولو ان في ناس تقول لي لا، انا رايي يعني ان اوروبا دخل على مرحله ضعف قادمه. حضرتك هتشوفي انه بعد خروج ميركل من دائره الحكم ان المانيا الى حد ما هيبقى في سيطره يمكن من الاحزاب اليمينيه والخضر، وديت لها دايما مواقف مختلفه او مش زي موقف ميركل من الدول الناميه بالذات يعني. وبالتالي هناك يعني فترة قادمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي أنا أعتقد أن هي هتكون فترة صعبة من ناحية التماسك الأوروبي. هيحصل لأن في ضغوط أمريكية وفي ضغوط داخلية أوروبية وفي زي ما قلنا نزعات انفصالية. يعني شوفي في ثلاث، ده غير طبعا موضوع اللاجئين، وانا مش شايف ان هو ده التهديد الاساسي للامن في الاتحاد الاوروبي يعني. لكن عندك ضغوط امريكيه، عندك ضغوط داخليه، عندك نزاعات انفصاليه داخل بعض الدول الاوروبيه، وبالتالي لازم نتوقع ان اوروبا هتكون داخله في مرحله من التفكك. يعني الوحده الاوروبيه مش هتكون بنفس القوه طبعا مع خروج بريطانيا كمان، ده هيبقى في يعني قدر من او سلب للاتحاد الاوروبي جزء قوي كان موجود. وبالتالي اقتصاديا اوروبا هيبقى فيها فكره الاهتمام باقتصاد الدوله مش اقتصاد الاتحاد الاوروبي كله. مش هتلاقي مسانده قويه فاكره ايام اليونان حضرتك لما كان فيها ازمه اقتصاديه حصل فعلا اوروبا وقفت جنبها وقدرت انها تنتشلها من ضائقه اقتصاديه كبيره. كل السياسات دي انا اعتقد انها في سبيلها مش هتكون موجودة في سبيلها الى الزوال. صحيح ان المانيا بتدافع دلوقتي عن موجود على موضوع القوه العسكريه الغربيه او القوه الاوروبيه الغربيه عسكريه موحده، ولكن برضو ديت في النهايه هتواجه بفكره الصرف على هذه القوه، وديت هتبقى مشاكل ازليه قادمه بالنسبه لهم، انه مش هيبقى في امكانيات ماديه تستطيع ان هي تنهض او تواكب الاحلام الاوروبيه بوجود مثلا قوة غربية موحدة. فرنسا إلى حد ما برضو داخلة في مشاكل اقتصادية، اليونان في حكومة جديدة فيها، يعني كل الدول الأوروبية ناهيك بقى حضرتك عن ما كان يطلق عليه شرق أوروبا فيما مضى، الآن هو بيسير في الفلك الأمريكي أكتر منه في الفلك الأوروبي. طب فلازم نتنبأ أو نتوقع بضعف أوروبي قادم. طيب مع هذا الضعف الأوروبي القادم ومع وصول اليمين المتطرف يعني أيضا هناك للحكم، قولي ده تأثيره يكون علينا إحنا إيه هنا في المنطقة طبعاً العربية؟ طبعاً. أولاً هيتعاملوا إزاي معانا مع أزماتنا يعني مع أيضا العرب الموجودين هناك؟ لا بس مؤكد أنت كنت دائما حضرتك يعني بتركزي على موقف أوروبي إلى حد كبير جدا مناصر للقضايا العربية سواء كانت قضية فلسطينية أو غيرها من القضايا. هيبقى نفس هذا الموقف ولا هتختلف؟ لا هيكون في تفكك طبعا، هيكون في تفكك. صحيح أن المناصب بتاعة الاتحاد الأوروبي تم توزيعها بشكل متناسق في الفترة الماضية، البرلمان مع المفوضية مع رئاسة الاتحاد يعني في تناسق، ولكن أنا مش شايف أنه هيكون في فكر موحد
في التعامل مع القضايا الدوليه، ولان الاتحاد الاوروبي كان قايم على فكره قوه كل دوله اساسا، ثم حرص الدوله على التماسك بالاتحاد الاوروبي. انجلترا هتخرج او خرجت، المانيا اعتقد ان هي داخله في اطار من الوهن الى حد ما في الفتره القادمه، فرنسا نفس الشيء، وخلاص ما بقاش في الثلاث قوى الاساسيه في الاتحاد الاوروبي، يعني لحد ما تكون منصرفه على امورها الداخليه اكتر منها الامور بتاعت الاتحاد نفسها. وبالتالي ده له تاثير كبير على مصر. ولكن مصر يمكن عندها ميزه ان هي حضرتك ساعدت في السنوات الاخيره لتشكيل يعني شكل سياسي ثنائي مع كل دوله على حده بشكل قوي جدا، وتعاون ثنائي مع كل دوله على حده، مع المانيا، مع فرنسا، مع اليونان، مع قبرص، وهكذا. فبالتالي ده في حد ذاته هيكون يعني تاثير او ضعف الاتحاد الاوروبي مش هيكون له تاثير كبير على مصر وعلى سياستها الاقتصاديه والسياسيه. طيب زي ما اتكلمنا عن اوروبا، خلينا نختم بالولايات المتحده الامريكيه. سيد سفير، ترامب طبعا اعلن ان هو سيترشح في الانتخابات، اعلن رسميا ان هو سيترشح، وهناك ايضا جو بايدن اعلن انه سيترشح. قول لي، شايف يعني هذه الخطوه ازاي؟ شايف فرص ترامب هتكون ايه؟ السباق الانتخابي يعني شايفه هيكون هناك منافسه شرسه؟ هيبقى عامل ازاي؟ والله شوفي حضرتك، انا كنت في امريكا الشهر اللي فات خلال رمضان. يعني وانت هناك تشعري انه الرئيس ده هيعاد انتخابه تاني، يعني وانت عايشه في الاوز يعني بتتكلمي مع الناس وكده، لا الناس راضيه عنه، في حاله من الرضا عنه. طبعا عشان الاقتصاد، البطاله قلت، الاقتصاد في حاله انتعاش، عارف يدخل مليارات للخزانه الامريكيه عن طريق بيع السلاح وغيره. وبالتالي يعني وانت هناك تشعري بانه لا، يعني ايه، مين هينافس هذا الرجل يعني. لو تخرجي بره وتشوفي تبصي على الولايات المتحده من بره، يعني مثلا قضيه السفير الانجليزي اخيرا والتقرير السري اللي كان كاتبه على الاداره الامريكيه، عندما تقريه تحسي فعلا انه معاه حق الراجل، السفير الانجليزي، ولو انه يعني سيء الحظ ان تم تسريب التقرير بهذا الشكل يعني. فانا اتوقع اعاده انتخابه مره ثانيه. تتوقع اعاده انتخابه؟ اتمنى ان انا اكون صادق، يعني مش صادق، اتمنى يعني يكون تنبؤي ده. ليه تتمنى يكون تنبؤك صحيح؟ يعني تتمنى انه يستمر؟ لانه المعطيات اللي عندي بتقول كده. هو صحيح في تخبط في سياساته الخارجيه بشكل غير متوقع كان دائما، او بشكل يعني مضر حتى بمنطقه الشرق الاوسط، ولكن مشاهداتي هناك بتقول ان هو لا هيستمر كمان. تتمنى يكون على حق، انه يكون تنبؤك على حق. لكن يعني لا، انا بسال تحديدا، تتمنى انه يعاد انتخابه ست؟ والله عايز اشوفي بقى، يعني شايف ان هو كان وجوده مفيد بالنسبه لنا هنا في مصر او في منطقتنا العربيه؟ ما هو قارني بقى ما بين وجوده ووجود هيلاري كلينتون او اوباما، خلينا نقول او اوباما او بايدن اللي هو اذا جه. يعني هي دايما الرئاسه الامريكيه دايما محاطه بقدر من يعني عارفه السلبيات والايجابيات طبعا كمان. ولكن في النهايه انا شايف ان العلاقه المصريه الامريكيه في عهد ترامب الى حد ما افضل مما كانت عليه مثلا في عهد اوباما، او هتكون عليه في ظل حكم كلينتون كانت او بايدن. ممكن نقول كده، ممكن نقول كده. اخيرا، هل من الممكن انه عارف حياتك طبعا انه قبل الانتخابات بيبقى فيه بقى محاوله لجذب الاصوات الناخبه والاتجاهات اللي ليها تاثير على هذه الانتخابات، هل ممكن ان السياسات وتجاه الشرق الاوسط نشوف فيها اختلاف قبل الانتخابات؟ لا، هو قدم كل شيء خلاص، ما عندوش حاجه تانية يعملها في الشرق الاوسط. نقل السفاره القدس، ضم الجولان واعترف بضم الجولان، وحتى عايزين يسموها على اسمه. سفيره في اسرائيل بيقول ما فيش مانع ان احنا نضم المستوطنات ايضا للسياده الاسرائيليه. فبالتالي انا ما اعتقدش ان هو عنده شيء تاني يضيفه او يعني يسيء حتى لموقفه بالنسبه للشرق الاوسط اكتر من كده. خلاص هو يعني عمل
او مبقاش في حاجه خلاص، اللاجئين وقضى عليهم، القدس وقضى وخلصها، الجولان الضفه الغربيه وقال لك ان المستوطنات ممكن قوي ان هي يتم ضمها وكلام من ده، وممكن بعد كده يجي يقول لك الضفه الغربيه كلها كمان. واضح انه يعني عنده من الامكانيات ان هو يخلي اللوبي اليهودي يبقى في صالحه طبعا هناك في الولايات المتحده، وده عامل مهم جدا. فلازم نتوقع ان احنا نعيش معاه 4 سنين تانيين. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة الوزير وزير خارجية مصر الاسبق السفير محمد العرابي. شكرا لحضرتك، وبشكرك على هذا الحوار الشامل لكل القضايا اللي بتهم المواطن العربي. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. وده كان حوارنا مع وزير خارجية مصر الاسبق وعضو لجنة شؤون خارجية بالبرلمان السفير محمد العرابي.